السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا اليوم ان شاء الله بسوي وصفات المشتركين الحلوة، وطبعا مرة شكرا لكم على الدعم اللي كان في الفيديو اللي فات، واسف ان انا اخرت ذا الفيديو. ويلا نبدأ. ومعاي هنا وصفة من كوكيز كيوت، وهي وصفة اندومي. طبعا جاتني وصفات كثيرة للاندومي، وفي منها سويتها، فانا اعتذر اذا ما قدرت اسوي كل وصفات الاندومي. بسوي اندومي بالطريقة العادية، وبضيف زيت وفلفل اخضر وفلفل الوان، وبضيف نقانق، بعدين بضيفه على الخليط على الاندومي. وبضيف جبن موتزاريلا، وبدخله الفرن او الميكرويف براحتكم. طبعا الوصفة مرة عجبتني، وطبعا انا احب النقانق، فمرة تماشت معايا، وأعطي الوصفة هذه 10 من 10. ومعايا هنا وصفة من الحلو الحلوة، هي وصفة للغداء أو للعشاء. جبت الرز سلقته وحطيت عليه زيت وملح، وفي طاوة حطيت زيت وبصل، طبعا أتركه لغاية لما يصير لونه أشقر، وأضيف عليه فلفل، أتركه يذبل شوية، وبضيف عليه جزر مبشور، بعدين بضيف كمون وشطة وملح، وبضيف صلصة طماطم، وبخلطه مع بعض، وبضيف تونة، بعدين بقلبهم، وبجيب صحن وأفرد فيه الرز، بجيب أي كاسة وأحط فيها دهن أو أي شيء، وبحط فيها الفحم عشان يطلع كذا متفحم. المهم بغطيه شوية، وبعدين بفك عليه، وبضيف فوقه الخلطة، وبعدين بجيب كوب من كريمة الطبخ وبضيفه عليه، وبضيف فوقه جبن موتزاريلا، بعدين بدخل الفرن. طبعا شايفين كيف شكله مرة حلو. طبعا الوصفة كانت حلوة، بس ما عجبني مرة طعم الفحم في الموضوع، فأعطي الوصفة 9 من 10. ومعي هنا وصفة من لبنى، وهي وصفة تغميس للشيبس. طبعا في وصفات كثيرة جاتني للتغميس، فأتمنى ما في أحد يزعل مني إذا ما سويتها كلها. ومعي هنا علبة زبادي، بضيف عليهم خيار مبشور، وبضيف ثوم مبشور، وبضيف تتبيلة السلطة، وبضيف ليمون، نص ليمونة أو ليمونة كاملة براحتكم على حسب الكمية. المهم بحطه في صحن تقديم، وطبعا معاي هنا شيبس بالكاتشب. طبعا كان طعمه مرة لذيذ، أعطي الوصفة 10 من 10. ومعي هنا وصفة من أحمد، وهي وصفة بالأندومي. طبعا هي زي سناك سريع مرة. بجيب الأندومي بكسره كذا أجزاء صغيرة، بضيفه في صحن، وبضيف عليه زبادي. طبعا ما كثرت زبادي عشان القرمشة حقت الاندومي تظهر، حطيت حوالي 2 أو 3 ملاعق. وبضيف بهارات الاندومي، وبضيف كمان شطة،
طبعا الوصفة كانت مرة لذيذة وعجبتني فيها القرمشة، بس أفضل شي تاكلوها بسرعة عشان ما تطرى عليكم ويصير طعمها مو حلو. المهم أعطي الوصفة 9 من 10. ومعاي هنا وصفة من سما، معاي هنا شيبس بفرده في الصينية أو في الصحن. وبضيف عليه ثوم، طبعا اختصرت الموضوع بدل ما انا اسويه كان عندي في الثلاجة منه فاستخدمته. ومعايا هنا رز، تقدر تضيفوا اي رز، اي نوع رز تحبوه يعني. ومعايا هنا دجاج قطعته قطع صغيرة وشوحته ببصل وشوية بهارات، المهم وضفته على الخليط يعني. وبضيف ثوم برضو، وبضيف شوية شيبس فوق. طبعا الوصفة كانت لذيذة ومرة عجبتني. بصراحة أنصحكم إنكم تجربوها، وأعطي الوصفة 10 من 10. ومعاي هنا وصفة من هبة، وهي وصفة لأفشار الكرابيل. طبعا بضيف زيت وبضيف الفوشار وأقفل عليه وأتركه يتفرقع. المهم بجيب طاوة بضيف فيها سكر، طبعا ما تقلبوه لغاية لما يصير في ذي المرحلة. بعدين بضيف عليه ملعقتين زبدة، طبعا مقدار السكر حوالي نص كوب او كوب. المهم بضيف عليه الفوشار وببدأ ان انا اقلبه، طبعا لونه مرة حلو. المهم بضيفه على صينية، ما كان عندي ورق زبدة فاستخدمت صينية اوسع، وببدأ ان انا اوزعه. طبعا كان مرة متماسك معايا فقررت ان انا اسوي كذا بيدي افضل. وذا الحين ابغاكم تسمعوا بس صوت القرمشة. المهم الوصفة كانت مرة خطيرة، أعطيها 10 من 10. ومعاي هنا وصفة من نورة، وهي سناك سريع بالشيبس. بضيف شيبس في الصحن، بضيف عليه صوص البيتزا، وبعدين بضيف عليه بطاطس مقلية. وكمان بضيف صوص البيتزا، وبعدين بضيف عليه جبن موتزاريلا، وبدخل الميكروويف، بزينه كذا بشوية بقدونس. طبعا كان طعمه حلو بس ما عجبني مرة صوص البيتزا، فأعطيه 8 من 10. طبعا وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك، وإذا كنتم لسه جداد في القناة لا تنسوا تشتركوا في القناة، وأكيد لا تنسوني من تعليقاتكم الحلوة. ومع السلامة.